وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد أو تنضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الناشطة في التظاهرات ناهد أحمد. مرحبا بك معنا أستاذة ناهد. يعني القوات الحكومية أغلقت اليوم مداخل المنطقة الخضراء بالتزامن مع انطلاق التظاهرات المليونية، ما أسباب خشية الحكومة إلى هذه الدرجة من مليونية اليوم؟ أصلا هي اليوم اللي على أساس بتنطلق، يعني اكتشفنا أنه مؤامرة من قبل مقتدى الصفة سائرهم تحديدا مقتدى القدر، وعلى الركاب أيضا اللي كان مرشح، يعني بصراحة اعتبرت الساحة خائن للانتفاضة، و يعني هي ارادوا يطوقوها من منطقه الفرخ. والحقيقه انه انا شنو ذكر مره انا هم ذكرت يعني الخطه كنا نريد ان نطوقها من كل الاتجاهات، لكن اتضح انه يعني هي خطه ما مدروسه كلش، لانه منطقه الفرخ شويه يعني مختلفه نسبيا. نعم، كيف الاحتشاد يعني في هذه اللحظات استاذه ناهد، يعني كيف هو الاحتشاد من قبل المتظاهرين؟ احنا لحد الان يعني ما بعد المليونيه اجلناها يعني، بس الان يعني وصلتنا اخبار انه قسم من اللي جايين من المحافظات، مو كلهم، قسم من عندهم يعني ثريين بصراحه، يعني جزء كبير من عندهم لربنا، وهذول يعني تعرف هذول سكين. اين يتجمع المتظاهرون الذين قدموا من المحافظات العراقيه؟ هو على اساس يعني هذا انتشار على كل المداخل، لكن احنا حاليا لا، يعني تغيرت الخطه، احنا في انتظار التحشيد والتفكير مره ثانيه بيها. احنا ساحه التحرير لحد الان هي مكان الاعتصام. نعم، هل هناك نعم استاذه ناهد، هل هناك اي قمع من قبل القوات الحكوميه والميليشيات بحق المتظاهرين؟ هو مستمر القمع والاختطاف، ما يزال هذا المسلسل مستمر يعني. ونشكر يعني الدول الاجنبيه او البحر الدولي اللي قاعد يتعامل ويا اللي يتعامل مع هذه الحكومه ومنحها الشرعيه. احنا هو هذا المدان الاول والاخير، لكن يبدو انه تاركين المصير، يعني يقول لك هي حلبه صراع من اجل البقاء بين الاحزاب الأحزاب والمتظاهرين أو المنتفضين، فأي واحد من عندهم يفوز بنظرهم، والله أنا يعني شنو هذا تفكيرني إلها، بنظرهم أي واحد من عندنا يفوز يحقق لهم المصلحة. ناهد أحمد الناشطة في التظاهرات من بغداد كانت معنا، شكرا جزيلا لك.